والمزيد حول حركة دخول المساعدات واستقبالها يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث بالطبع عن يعني مجهودات مصرية متنوعة على جميع الأصعدة، من الجهود الدبلوماسية للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار، من إدخال المساعدات الأرضية عن طريق بوابة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، أو حتى عن طريق الإنزال والإسقاط الجوي للقوات المسلحة المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية على شمال قطاع غزة. نتحدث بالطبع عن أعداد كبيرة دخلت خلال أيام عيد الفطر، برغم أنه إجازة رسمية إلا أن معبر رفح كان يعمل على قدم وساق، وتم إدخال ما يقرب من 1000 شاحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ولكن الأكثر أهمية هي مواد البترولية من الغاز والسولار ليتم استخدامها في يعني المستشفيات وغيرها من الأماكن الحيوية لاستخدام الطاقة داخل قطاع غزة. هذه هي أيام العيد، أما اليوم فبالطبع قوات الاحتلال دائما تعرقل دخول هذه المساعدات بشتى الطرق. اليوم هو يوم السبت وهو إجازة رسمية عند الطرف الآخر أو عند قوات الاحتلال، وهو ما يمنع ويؤخر دائما ويعرقل دخول هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن هذا لم يوقف المجهودات المصرية والضغوطات المصرية لدخول هذه الشاحنات للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. هذا أيضا لا يمنع استقبال مطار العريش الدولي لعدد من الطائرات، مثل الطائرة الروسية التي محملة بعدد كبير من الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، دخلت وصلت إلى مطار العريش الدولي وتم تحميل هذه المساعدات على يعني الشاحنات يتم نقلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري، ثم تتحرك بعد ذلك إلى الجانب الآخر إلى الأشقاء في قطاع غزة. أيضا استقبال المصابين، ما زالت المستشفيات على أهبة الاستعداد في شمال سيناء، في بئر العبد، في العريش وغيرها من المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة في القاهرة لاستقبال المصابين الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج هنا. كانت الأمم المتحدة ومجلس الأمن واليونيسيف كانوا قد حذروا من يعني تداعيات المجاعة والإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة بشكل عام، ووجهوا بتيسير دخول المساعدات لأن قوات الاحتلال لا تلقي بالا لهذه التوجيهات. ومع ذلك الجهود المصرية ما زالت مستمرة في محاولة لإدخال هذه المساعدات بشكل دائم ومستمر للتيسير والتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.